السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. رحب فيكم في حلقة جديدة من الديوانية على الرياضية السعودية، ورحب بضيوفي في حلقة اليوم حفظ الألقاب سعدون حمود، حمد الدبيخي، تيسير ألنتيف، عبد الرحمن مشبب، عايض بن عبود، ومحمد البركاتي. مسيكم بالخير جميعا. حياكم الله. والله الحلقة اليوم ناقصنا بس سامر المسحل. ناقصنا سامر المسحل اليوم. اللهم اني صايم. ما شاء الله، كل اتفاق في اتفاق اليوم. اي صحيح. نعم، يعطيكم العافيه. طيب، دشنا الاتحاد السعودي لكره القدم اليوم الاربعاء النسخه الجديده من كاس خادم الحرمين الشريفين، وذلك من خلال حفل اقيم في الرياض بحضور ممثلي الانديه وعدد من الرياضيين وممثلي وسائل الاعلام. وجاء تدشين الكأس بعد أن حقق فريق الهلال لقبه الرابع في الكأس دشنت موسم 2011 و2012، حيث تنص اللائحة التنظيمية بحقية الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في حال تحقيق الكأس 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة. وأسفرت قرعة دور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة الاتحاد والهلال على أرض الاتحاد، ويلتقي النصر مع الخليج على أرض النصر. عموما هذا الكأس الغالية، كأس خادم الحرمين الشريفين، أمامكم على الشاشة، وهذه الجمال وهذا الروعة وهذا التصميم الجميل اللي بكل تأكيد كل الأندية الأربعة تطمح أن تحصل على هذه الكأس والتشرف بالسلام على راعي هذه المباراة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. سعدون حمود، أول شيء إيش رأيك في الكأس هذا؟ جميل جدا بصراحة. كنت أتمنى أن أنا ألعب وأشيل هذا الكأس القالي بصراحة. أنا شلته عام 85 النسخة القديمة. بس لو عاد الزمن كنت أقاتل لين أوصل هذا المكان أنه أحصل على الكأس. نعم. محمد الدبيخي، أنت كنت معاه لما أخذ الكأس؟ 85؟ لا وين، أنا صغير، إيش فيك؟ صغير ها؟ إيه؟ ما لحق. لا 85 أنا يمكن توني في أول ابتدائي يا شيخ. طيب والله شوف الكاس كيف أول شيء تصميم؟ لا خاسر في مباريات الكاس، اللي بيصلون النهائي شرف عظيم، هذا شيء عارفينه يعني. الفوز هو في السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولا خاسر دائما في النهائي. حتى لما كنا نلعب حنا في نوصل للنهائي كان هذا بالنسبة لنا شرف كبير، وهي البطولة. المنجز الثاني أنك تأخذ الكأس في مباراة تنافسية. أنا أشوف التصميم طبعا مختلف ومواكب للمرحلة المتقدمة للرياضة السعودية، واللي بيفوز بنقول له مبروك. نعم. طيب تيسير الانتيف، نلاحظ طبعا التصميم، وإحنا شفنا يمكن مراحل تنفيذ هذه الكأس الغالية بإشراف يعني كبير من أكثر من 4 إلى 5 أشخاص مختصين في هذه الصناعة، والجمال اللي احنا قاعدين نشوفه، برأيك كذا مين من الأربعة اللي حيشيل الكأس ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعتبر هذا كأس غالي وهذا أغلى الكوس، ويكفي شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين، وما في أي خاسر من جميع الأربعة الأفريقة اللي يوصل المباراة النهائية، يكفي السلام على خادم الحرمين الشريفين. صحيح. أما بالنسبة إلى الأقرب من الآن أبو نواف، يعني الواضح الأجهز فنيا هو الهلال. اللهم هذه مباراة كوس 50-50 في هذه، لا يعني تظل في الأول والأخير أبو نواف الأفضل فنيا. نعم. ممكن يلاقي صعوبة، بس الأغلب الأفضل فنيا أعلى. هو اللي يكون حظوظه أعلى. إيه. نعم. طيب عبد الرحمن مشبب، أعطينا أول شيء رأيك في الكأس وتصميمها، ورقم 2 المواجهات، احنا نشوف هلال الاتحاد، نشوف نصر الخليج. هوية جديدة يعني هذه البطولة قيمتها المعنوية والمادية. المعنوية تحمل اسم غالي على الجميع خادم الحرمين الشريفين، والمادية أغلى كأس للجميع يعني يتشرف بالسلام على راعي الحفل
مثل هذه البطولات النفس القصير دائما الأندية يمكن اللي حتى نقول متوسطة وأقل تسعى بكامل جهدها إلى خطف مثل هذا الألقاب بحكم أنها يعني نفسها قصير. احنا نتكلم عن مواجهات الهلال والاتحاد والنصر والخليج فنيا الآن، لكن أنت المباراة بعد شهر ونص قد تختلف أمور كثيرة. الهلال الآن في قمة مستوى قد ينخفض، النصر يعود، الاتحاد الخليجي اللي بطموح ولما يشوف مثلا زي التعاون والفيحاء أنه ما هو صعب عليه. فإحنا ما نقول مثلا أن نحسم الأمور، طبعا بالتأكيد أن الهلال هو الأجهز الآن، لكن فيه وقت. مباراة الهلال والاتحاد تختلف أن نسبة الجمهور كانت في دوري أبطال آسيا 5%، الآن تصبح 30% بالنظام، وهذا بيفرق مع جمهور الهلال أيضا. بتكلم حتى عن يعني الطموح يعني يمكن الطموح الأكثر، خلينا نكون أكثر منطقيا، يعني الطموح الأكثر بيكون عند النصر، بيكون عند الاتحاد، وبيكون عند الخليج، وبالتأكيد الهلال. لكن فقد النصر، ما أقول لك فقد، بس ضعفت حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. الاتحاد فقد تقريبا يعني أنه فقد المنافسة على اللقب. الخليج برضه يعني من حقه أنه أيضا يطمح في تحقيق هذا اللقب. كل هذه الظروف يعني تربى بإذن الله. يعني تبغى تعطيهم أفضلية يعني بسبب الفرصة الأخيرة يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة للاتحاد النصر. اي بالتاكيد، ما اقول فرصة يعني عندهم فيه السوبر مثلا، لكن نعم. كأس الملك يمكن يفرق شوي، غالي على الجميع وله قيمة، وبيكون فيه ضغوطات حتى داخلية من الجمهور على اللاعب نفسه. احنا على الاقل يعني تعرف دائما لما يعوض ببطولة تخف الضغوطات. يمكن فترة التوقف بتفيد كثير النصر والاتحاد بالذات، يمكن هم محتاجين. يعني النصر الله يعينها، انا اقول على مباراة الاهلي يبغى ينفك بس من المباراة، بعدها يرتاح اسبوعين، هي في صالحه جدا لما يعيد ترتيب اوراقه، المصابين، نفس الطريقة الاتحاد. الهلال كنا نتوقع مثلا نقول ممكن ان فترة ال 45 الاول فترة التوقف قد تؤثر، لكنها كان ماشي في رتم يعني في نفس المستوى. واعتقد هذه تعود للهلال الى المنظومة كاملة من ادارة ومن أمور فنية، لياقية، طبية. دائما أبو نواف الثلث الأخير من المسابقات يكون أصعب جدا لياقيا ونفسيا وفنيا، فإحنا في الثلث الأخير من المسابقات أعتقد أن الجهد مضاعف والمباريات بتكون أقوى وأكثر إثارة. ممتاز. عبد الرحمن كان دبلوماسي، أعطى الأربعة حقهم عايض، لكن خليني أول شيء في مسألة التنظيم، تنظيم القرعة. يعني اليوم لابد نشيد الحقيقة في التنظيم اللي موجود، وجود ممثلين الأندية، وجود وسائل الإعلام حاضرة، القرعة أمام الأعين مشاهدة ومتابعة، تعطي يعني نوعا ما خلينا نقول احترافية أكثر في تنظيم بطولة غالية، بطولة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين. كل تأكيد هذه الأمور بتخليك أنت ترتاح بأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة في مسألة التنظيم والتجهيز لبطولاتنا الكبرى على أفضل مستوى. ما في شك أبو نواف، لابد أن التنظيم صراحة يكون بحجم وبقيمة الكأس، فمن الطبيعي أن يكون التنظيم باحترافية عالية ويطلع بهذا الشكل، ومن الطبيعي أيضا أن الكأس أيضا يطلع بهذا الشكل. يعني كأس جميل صراحة. نعم. يعني إبداع، يعني كنا مدحنا وأشهدنا صراحة بهوية استضافة كأس العالم 2034. نفس الشيء إحنا نقول الكأس روعة للأمانة. اللي نتمناه ان النهائي يكون يعني على قد هالكاس وعلى حجم التشريف خادم الحرمين تبعد على الانديه. اي طبعا شوف عبد الرحمن، انا يعني اكد على كلام عبد الرحمن صراحه، يعني هو تكلم عن انه المده يعني عندنا فتره يعني كافيه يعني وضع الفرق لن يكون في 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 المباريتين هذه لن يكون زي الوضع الحالي. يعني عودة المصابين، يعني شفنا مباراة الاتحاد والهلال، أنا أتوقع مباراة الاتحاد والهلال اللي بتكون في كأس الملك راح تكون مباراة كبيرة صراحة، لأنه الأكيد أن الاتحاد بيكون مكتمل الصفوف عودة مصابينه، والمباراة على أرضه، فما راح تكون مباراة سهلة على الهلال أبدا. خلينا بنتكلم على موضوع مواجهة الهلال والاتحاد، بناخذ أراءكم فيها. محمد البركاتي، رأيك في التنظيم اليوم، رأيك في الكاس؟
طبعا مراحل تاريخية مرت على بطولة كأس الملك، أكيد بطولة غالية، بطولة الجميع يتمنى يكون مشارك فيها. السنوات الأخيرة تعددت الألقاب للمنافسين خصوصا الأندية اللي كانت متوسطة الترتيب، شاهدنا بعد 2018 يحضر الفيصلي والتعاون والفيحة، حتى الموسم الماضي كان الوحدة غريب جدا وخسر من الهلال بضربات الترجيح، فأكيد أن البطولة تحمل اسم غالي علينا جميعا. بس خلينا يعني معليش أقاطعك في شغلة واحدة، التعاون يليت تبعده من الموضوع، لأنك أنت كأنك تقول التعاون صدفة. لا لا، التعاون لا حضر في أكثر من نهائي، عنده تجارب كثيرة، تحصل على الكاس، عكس مثلا خلينا نقول الفيحة، الفيصلي، الوحدة، هي استمرارية في المرحلة الأخيرة. يعني تاريخيا طبعا بلا شك نادي حقق بطولات كبيرة. التعاون أذكر أنه استمرارية يعني للمستويات اللي قدمها والاستدامة الفنية والإدارية، عنده فكر إداري محترف التعاون. لكن بروح على الأندية اللي بدأت تأخذ فرصة، يعني التعاون أعطى الفرصة للمنافسين خصوصا أندية الفيصلي، الفيحة، الوحدة الموسم الماضي، وليش لا اليوم الخليج يستثمر وصوله لهذا الدور. ويمكن زي ما ذكر عبد الرحمن أنه الفريق بعد الفترة الطويلة اللي راح يتواجه فيها مع النصر يمكن الأمور تتغير. الخليج قصدك؟ الخليج نعم، راح تتغير أمور كثيرة، يمكن استمراره وثباته على مركز يطمنه بعيدا عن الهبوط يمكن يكون جاهز نفسيا لهذه المباراة، يدخل بمعنويات أكثر، بثبات، بطريقة مختلفة عن مباراة الدوري. مباراة الكوز زي ما قلت 50%. هنتكلم عن المباريات بس، على الكاس أول وعلى التنظيم. أكيد التنظيم رائع، إحنا اليوم إحنا نعجز عن الوصف التنظيم اللي موجود عندنا في المملكة العربية السعودية، وأكيد يشكرون الأخوان في الاتحاد السعودي على هذا الإبداع. اليوم إحنا كإعلاميين دائما متواجدين في الأحداث الرياضية، نشاهد تطور موسم بعد موسم على ما يعني يحدث من إنجازات ومنجزات لكرة القدم السعودية وجميع الرياضات في المملكة العربية السعودية. فأكيد إحنا اليوم وصلنا إلى قناعة إنه أي تنظيم لنا إحنا كسعوديين نفخر ونفاخر في الجميع بصراحة. نعم. طيب سعد الحمود سم، بالنسبة للتنظيم أنا أشوف أن فكرة السابقة تكون في وقت محدد مسبقا إلى أن تنتهي البطولة كانت أفضل. اليوم أنت تشوف الدوري هذا بيلعب في آسيا، السوبر، الكاس، الدوري، أنت توديه يعني تقعد تنقل فيه في برنامجه في تهيئته. أنا أشوف يعني بالنسبة لي أنها تكون في وقت محدد لها، دور مثلا البدايه، المرحله اللي بعدها اللاحقه الين توصل النهائي يكون افضل. يعني ما تبغى قرعه واحده، في قرعه واحده موجهه والايام واحده بعد، لان ما يصير يوم انا العب الدوري بعدين بدخل الكاس وبلعب مسابقه بعدين لا ارجع للكاس. حتى يعني التنافس يكون افضل. يعني انت تقصد انك تخلص الدوري بعدين تدخل في كاس أو أخليها بين الدورين، المهم أنا قصدي خلها في وقت محدد سواء نهاية موسم أو نص الموسم. يعني القصد أنها ما تصير متفرقة زي ما هو. بس عندنا يعني إخوان يقولوا لي في الإعداد عندنا كأس آسيا كان 45 يوم التوقف. لا أنا ما أكلمك الحين عن هذا الموسم، أنا أكلمك عن الموسم اللي جاي، عن البطولة. بس أنت الحين يعني ليش يعني أنت شايف أنه في خلل في القرعة خلك تقول مثل هذا الكلام؟ أنا كلمك الآن أنت مجهولك برنامج تحط برنامجك إن هذا البطولة محددة لي بأيام معينة عارف بدايتها ونهايتها. الأيام معروفة بس لا مش معروفة. أنا بروح الفرق اللي ما بعرفة حتى حمد يبغاها ورا بعض. يعني أنا أقصد لك لما تكون مسابقة ورا بعض لازم بتاريخ حتى معين. التنافس يكون بين الفرق. يعني اليوم أنت الآن تجيب تقابلني، لكن قبلها بتلعب مباراة في الدوري ما أدري تصيب تفقد لاعب تقول والله أنا بريح لاعب عشان الكاس، يعني في حسابات مختلفة. لكن لما يجي اليوم الأسبوع الأول مثلا في شهر مارس بلعب البداية دور 32 اللي بعده 16 8 وهكذا لين تخلص البطولة مرة واحدة. يا وان تحطها في نهاية موسم زي ما كنا سابقا أو بتحطها في وسط الموسم. من مع حمد؟ حمد يقصد ان تاريخ معين. واضحه فكره حمد. إيه ما هي مناسبه من اللي معاه في الفكره نفسها. هو ممكن تصير ابو نواف، لكن النهائي ما صعب انهم يكون. انا استثنيت النهائي يعني بس اقصد لك الادوار. اليوم لعبنا متى دور 32؟ قبل شهرين ولا ثلاثه؟ اي اكثر. وحتى لما تجي على مسابقه كلها مثلا سبع مباريات
ما يصير، مش منطقي أنت قاعد 4 شهور 6 شهور تنتظر النهائي. فهمت يعني ما يصير اليوم أنا أتأهل بعد شهرين ألعب النهائي. المعترض لأنه اليوم أنت تلعب مثلاً في فترة محددة يمكن راح تخسر لاعب لاعبين ثلاث لاعبين. أخسر أي بس من هذه المشكلة حتكون مشكلة عندك أنت. مشكلة خسرت في نفس البطولة. بالعكس أنا دائم مباراة الكأس. الحين أنت تلعب شهر واحد أو شهر 11 2023 وتلعب دور الثمانية شهر 3 24. لا شوف جميع المسابقات المسابقات الكؤوس خليك يا شيخ جميع المسابقات المسابقات انت الحين قلت رايك لي صار في اوروبا. طيب وانا اخوك انت قلت رايك انت والرجال معترض اسمح له يقول. المسابقات في جميع دول العالم خصوصا مباريات الكؤوس تكون في فترات يكون فيها الفترات متفاوتة عشان تقدر الانديه لا تكون الانديه افضل تشارك في هذه البطوله يعطيها نفس افضل من الدوري لان الدوري احيانا تكون انت خاسر والامور كانت منتهيه زي الدوري اليوم عندنا منتهي شبه منتهي للهلال فرصه للانديه نهايه الموسم زي النصر الان يقدر يرمم اوراقه ويلملم ما حصل من مشاكل ما يعني من اوراق انا ما هذه القصه ما تصلح هذا الكلام اللي ما يصلح كيف الحين بسالك سؤال الان الفرق الثلاثه الهلال اكثر ضغط منهم في مباريات يقول لك فسر لي انت يلا وين 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 عداله المنافسه للاربعه بيلعب هو ضريبة المتأهل هم ما بيلعبون الهلال ضريبة انه جالس يقدم ضريبته انا جاي لك تنظيم عادل فهمني انا اتكلم عن تنظيم عادل ان الكل متساويين في هذه الايام في نفس المسابقة حتى العقوبات طيب اليوم لو اطلع من بطولة مثلا تجي تعاقبني على بطولة ثانية لا لا مو صحيح كلامك اتكلم عن في نفس المسابقة تروح للدور الثاني يعني زي ما حالة تلسكا اعتقد لا يمكن ابو عبد الله يتكلم عن انضباطية لا انا فاهم ويقول لك لو عوقب اللاعب عوقب اللاعب كان ايقاف مباراتين واحدة كانت في الدوري واحدة رحلت الى مباراة الكاس اي هذه انضباطية اي انضباطية نعم هذا اللي يقصد ابو نواف سؤال بس ممكن سم انت لعبت دور 32 في قبل يناير زين وجيت في يناير الان فريقك ممتاز جدا في هذه المجاهزة بعدين لعبت مباراة دوري وصار عندك لاعب صار رباط ولا لو لعبها تقول مو لاعب الكاس احسن لي فرصة بالنسبة لي متواصلة ولا لا وممكن ليش يكون عكس بعد شهرين وممكن يكون عكس لا بس حتى انت لو صار العكس برضو ظلمت الآخرين طيب اصبر الحين هي مي بقضية ظلم الا في ظلم طيب يا عدل يا ظلم هذا طيب التنافس لا لا قل لا اله الا الله لان هذه الإصابة ممكن تحدث لأي نادي انا اعطيك مثال ممكن انت لا تحصرها في شيء مثلا واحد محدد وتقول والله عشان كذا أنا أبغاها تقام في وقت واحد أنت قلت رأيك وترى أن البطولة كذا يعني أفضل بالنسبة لك وجهة نظرك اللي عارضك ما أعتقد أن فيها مشكلة يا أبو عبد الله بس كابتن حمد الرأي لمن من هو اللي يخليها مثلا في مسابقة ترى المسابقات يعني يكون فيها أكثر من طرف إدارة المسابقات في الرابطة الخاصة بالدوري لجنة المنتخبات أو إدارة المنتخبات لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلي الأندية خلينا بدون ذكر هذه الأشياء الرأي خلينا الرأي على الفكرة كلهم. على الفكرة بشكل عام الفكرة أنا اللي يقولها حمد أنت معاه فيها ولا لا يعني أنا أشوف لو كانت مثلا إذا أن كابتن حمد يقول يعني تكون بعد ما ينتهي الدوري لأن صعب إذا الدوري الآن يعني الأندية متضررة من دوري أبطال آسيا من التوقف كأس آسيا من الأمور هذه كلها تفصل الفريق اللي بالفورمة وماشي يعني برتم جيد شوي تفصل عنها في مسابقة حتى آخر الدوري ما تزبط يعني مثلا أنا أقول كمثال لأنك الحين مثلا أنت فريق طلعت من المنافسة طيب أنا بتخلي لاعبيني موجودين معي إلين ينتهي الدوري وبعدين عشان أدخل فقط ألعب مباراة ويمكن أطلع في مشكلة مهمة يعني أنت قاعد تتكلم على نهاية الدوري يقولك بعد نهاية الدوري يلعب الكاس إيه طيب هذه طيب أنا شو قاعد أقولك أنا قاعد أعطيك الجانب اللي ما هو إيجابي في الفكرة اللي هي استمرار اللاعبين قد تكون هناك لاعبين عقودهم منتهية أنا أضطر أني أجدد عقودهم عشان مباراة أو مباراتين ليه هم داخل الموسم أصلا داخل الموسم بس أنت اليوم قاعد تتكلم أنت تبغى تخلصها بعد الدوري عادة يخلص الدوري في نهاية شهر 5 لا بيتقدم الدوري بنوع لا مونا في نهاية شهر 5 يقدم الدوري بأربعة وخلي ينتهي 5 هو كأس الملك يصير في 5 في 5 يعني طيب بحيث أنه ينتهي بعد نهاية الموسم لا في فرق الحين الكلام هذا في فرق أنا لما لعب الفرق في وسط الأسبوع غير أني أنا لما أجي أخلي كل المباريات بعد
ما يخلص الدوري. هنا أنا لما ألعب الفرق وسط الأسبوع أنا ما ضريت في الرزنامة حقة الدوري. أي صحيح. فهمتني؟ صحيح. 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 إيه بس حمد يعني الفكرة يبغاها أنها لا تكون لا مجمعة وتخلص. بنواف مباريات الكاس ممكن توصل ضربات جزاء صح؟ ضربات ترجيح تفضل. ضربات الترجيح أيوة. صح ولا لا؟ أيوة. طيب أنا لما أحطها شهر اثنين اللاعبين والفرق شهر اثنين لياقتهم مش عالية. لسه تول موسم شهر اثنين بعد أربع شهور لا بعد شهر يعني من بداية الموسم ما كلمك شهر اثنين شهر ثمانية شهر ثمانية شهر تسعة إيه إذا بدينا شهر ثمانية وبديت تسعة إيه نعم طيب أنت ضريتهم بعد أنت لاعب دور 32 يعني الفريق اللي ما هو متأهل دخي أنت الحين اللي ما يجوز لك تزعل ليش لأنك أنت الحين قلت راي قلت راي وأنا قاعد أعطيك إيش المش لا تدور عذر لا أنا قاعد طب أنت ليش ما تقول مثلا قد تكون فكرتك مضروبة يا شيخ طيب يعني ايش المشكله حتى يعني حتى انا قاعد اعطيك انا قاعد اعطيك لا 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 انا قاعد اعطيك ايش السلبيات والايجابيات فكرتك انا قلت للاخوان هنا مين اللي متفق مع حمد الدبيخي صح ولا لا مو مساله اتفاق مساله برمجه اي البرمجه هذه اللي انت قاعد تتكلم فيها نقول لك احنا ايش ايجابياتها وايش سلبياتها وفي حلول ابو نواف يقدر الاتحاد السعودي ما يوصل المباراه الى اشواط اضافيه يقدر يخليها ضربات ترجيح على طول يعني مسابقات في الادوار الاخيره لا يقدر موجوده تتكلم على بطوله تقدر انا اتكلم يقدر فيها تقدر انا الحين وش اللي حاد الدنيا اسوي كذا عشان عشان مقترح حمد مو صحيح ولا لا ابو حمود صحيح ها صحيح بس احنا عندنا برنامج مليانه الدوري وكاس سيدي خادم الحرمين الشريفين وبطولة الخليج وبطولة آسيا وأشياء كثيرة لازم إحنا نرتب الأمور هذه لأنه مو زي أول إحنا نلعب الدوري كاس الملك بس وبعدين مع السلامة نروح اختلف الحين الوضع عدد الفرق يختلف عدد الفرق أول كان 12 فريق كلمة لا وفكرتك تنهار أخوي أبو عبد الله لا لا هم هم أنا ما لي دخل ترى تيسير إيش رأيك تيسير إيش رأيك فكرة أبو عبد الله إيه يعني انا بوصلك بعد الحلقه لا تخاف انا فكرت مثلا لو خلوها في شهر مثلا شهر اثنين او شهر ثلاثة وفريق من اول مباراه خرج ثلاث اسابيع يستنى ما يلعب مباراه هذا السؤال لا يخرج يطلع لا طيب ايش يسوي ثلاث اسابيع لتنتهي المسابقه يا اخي نهايه الموسم خليه يطلع احنا كنا نلعب نهايه الموسم ايوه صحيح نهايه الموسم لو لعبناها الفريق اللي نازل اذا بينزلوا ثلاثه افريقيا كيف حيلعبوا الكاس وهم نازلين حتى حتى يعني شكل في نقطه مهمه لا في لا اترك غير انه نازل اترك غير انه نازل انت الحين ابو عبد الله مو بهمك ان البطوله تطلع مستواها عالي جدا نعم طيب الفرق تكون في افضل مستوياتها صحيح عاده نهايه الموسم يكون الرتم الفرق نازل تماما من وين جبت الكلام والله احنا قاعدين نشوف يوصل في اعلى فورمة للاعب يوصلها مع نهايه الموسم مع نهايه الموسم بدليل انهم يعطونهم اجازه لان وصلوا للفورمة هذا يمكن على ايامك انكم تلعبون 12 مباراه على ايامك هذا كلام حلو الحين انت قاعد تتكلم على موسم فيه اربع خمس مسابقات وفي 18 فريق الحمل على اللاعب كثير كبير فانت لما الان تيجي اخر موسم احنا نشوف الاصابات تكثر نشوف الجو عامل الجو ايضا لا تنساه انك انت بتلعب في الصيف الجو صعب عندنا ما هو بسهل فاشياء كثيره يا ابو عبد الله يعني لازم تفكر فيها لازم تفكر فيها الاول غير يا ابو عبد الله 12 طيب فريق وبعدين 10 فرق ممتاز عموما ما في حد معك ولا تاخذها شخصيه يعني طيب ناخذ نروح لمباراه الان المنتظره ما بين الاتحاد والهلال مواجهة أخرى يا أبو حمود والله يا شوف يا أبو نواف أنا شاهدت المباريات الثلاث الاتحاد والهلال المباراة الأولى الدوري 3-1 بعدين كاس آسيا 2-0 المباراة الأخيرة الصراحة الاتحاد شاطر الهلال لعب كويس في المباراة أدى اللي عليه رغم ان الاتحاد عنده مشاكل كثيره بالنسبه للاصابات ما الاصابات بس الهلال صراحه فريق يوجع يوجع ما تدري انت من وين يهاجم ما تدري من وين انت بتجيك الضربه يعني ظهير يسجل راس حربه يسجل لعيبه وسط يسجلون يعني صراحه فريق مكتمل فريق مرعب لما فريق يفوز على الاتحاد ثلاث مواجهات في 11 يوم انت ترفع له القبعه بصراحه ابو نواف يعني زي ما قلت لك لو انا مدرب الهلال يعني مش معقول بس انا اللاعبين من طراز عالي اذا كان الاتحاد
في يعني في نفس الوضع الهلال، بمعنى انه الاتحاد ما عنده اصابات، اموره ممتازه. أيوة. ويفوز عليه الهلال ثلاث مرات. أي نعم. انا اقول لك ارفع على القبعه، حتى بس الاتحاد بهذا الوضع فوارق كبيرة. يعني وضع كبيرة. سيء كبيرة. بس ننتظر حتى اللاعبين يعني يلعبون في غير اماكنهم. يعني اخوي عايض بعد شهر احنا ننتظر. ليش احنا ننتظر بعد كلام عبد الرحمن؟ ننتظر بعد شهر نشوف الاتحاد حيتعافى، فريق كبير حيتعافى، وان شاء الله نشوف مباراة. طيب. ابو خالد يعني جدا. الان انت تقول لا، ما دام انه الاتحاد ناقص ما ترفع له القبعه للهلال؟ يعني إيه يعتبر عادي. أنا على كلام لا نرفع على كلام لا الحين انا انت على كلامك انت تقول ما دام الاتحاد ناقص لا فوز الهلال يعني يعتبر عادي، يعني ما هو بذاك الشيء. لا لا انا كلامي على كلام سعدون الان. إيه؟ يقول رفع لهم القبعه لانهم فازوا ثلاث مرات. إيه؟ على الاتحاد في 11 يوم. إيه؟ نعم. ال 11 يوم هذه وش وضع الاتحاد فيها؟ اي انت يعني تقول لا انا ما ارفع القبعه. اي لان الهلال فاز اللي عنده ممتاز. لا. ممتاز يعني انت الحين لا تاخذها، يعني تاخذها بجانب اني والله انا الاتحاد انا الهلال وش ذنبي انا الاتحاد عنده اصابات ولا ما عندي اصابات؟ انا لعبت ثلاث مباريات ثقيله. نعم ثقيله مع الاتحاد. نعم مع الاتحاد. نعم لا انت تتكلم، خليني اقول لك حاجه واحده اختلف معك. حتى لو كان في فنيا أفضلية لكن يبقى هذا اسمه الاتحاد. صحيح. يبقى فيه نجوم لازم. نعم. تحطهم في عين الاعتبار، يعني مثلا حمد الله موجود، كانتي موجود، فابينيو موجود، رومارينيو موجود، أحمد حجازي موجود. انت قاعد تتكلم على أسماء ليست هينة يعني، وانت تتكلم أيضا على مواجهات تاريخية ما بين الفريقين. انت تبغى تطلع انه الاتحاد مثلا او ان الهلال فاز فوز وكأنه مقابل فريق عادي طبيعي كذا؟ أنت عشان تكون العملية متوازنة. أيوة. لو الهلال قابل الاتحاد في الثلاث مباريات. نفس إصابات الاتحاد أو قريب منها. أيه؟ هنا أنا أقول لك أن الكفة متساوية. أما أن الاتحاد الكفة شيء يعني ونجاح الفريق الآخر بالفوز. معليش خليني أقول لك فنية. خليني أقول لك حاجة واحدة، الهلال قابل الاتحاد وهو مكتمل واستطاع أيضا يتغلب عليه. صحيح. في الدور الأول كان غايب في المباراة الثانية في دور في البطولة العربية. إيه؟ قابل الاتحاد وتغلب عليه أيضا. فأنت. نعم. قاعد تتكلم على أنه الهلال فاز على الاتحاد بجميع الأحوال. بجميع الأحوال أنا كلامي عن اليوم. أنا عندي فريق استطاع أنه يكسب نادي من الأندية السعودية اللي عندها نجوم عالميين، اللي كنا نقول واحد منها الثلاثة بالذات لازم يجيب الكأس. اثنين طلعوا وهو اللي بقى. صحيح. يعني هذا ترفع له قبعه. صحيح. طيب الحين انا يعني انا هل لو جيتك مثلا اقول لك هل في مقارنه ما بين النصر والعين كنجوم كاسماء؟ فهل في مقابله؟ هل في مقارنه في المباراه الاخيره؟ اتكلم في المقارنه قبل المواجهه. قبل المواجهه النصر عنده اصابات بإيش؟ نفس وضع الاتحاد. لا يا اخي انت عندك اصابه اثنين قارنهم بالاتحاد اللي تقريبا حول 9 10. انت الان رحت للنصر والعين. انا اتكلم على النصر والعين قبل المواجهات. إيه؟ هل انت مقبول عندك ان النصر يطلع امام العين الاماراتي بفوارق الامكانيات؟ إيه بس الامكانيات منهاره الامكانيات يا اخي. انا اتكلم على اسماء ناقصة. اتكلم على اسماء في الفريق النصراوي، اسماء في الفريق العين. ما اختلف. هل هذا مقبول يا ابو نواف؟ احنا اتفقنا اكثر من مره، احنا قلنا ما هو موضوع اسماء خاصه في النصر بالذات. ما اختلفنا. لكن النصر لعب مع العين بدون يا أمره. رجل هذه الاسماء جت يعني. هذه الاسماء جت عشان تحقق اهداف، صح ولا لا؟ إيه للنصر. إيه؟ هذه الاسماء ما استطاعت انها تنجح في التغلب على فريق هي اعلى منه، فبالتالي هنا يسمى بالفعل الفشل اللي موجود بالنسبه للاهداف اللي معلنه للنصراويين. انا عندي فريق هنا الان استطاع انه يفوز على فريق اخر ثلاث مرات في 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 وخامس مره في الموسم. يعني ابو نواف اسمع الباقيين. لا لازم نفرق. احنا نتكلم عن ثلاث مباريات. طيب خلينا نسمع الباقيين. خلينا نسمع الباقيين. الاتحاد في فتره خلينا نسمع الباقيين. خلينا نسمع الباقيين. ايش رايك عبد الرحمن؟ ايش رايك عبد الرحمن؟ دقيقه سعود، على موضوع النصر تكلم في النقاش الإدارة هذا. شوف يعني يمكن الهلال فريق ما يختلف عليه يعني مهما كان مستحيل. لا احنا ما نتكلم على هذا الموضوع. هو يقول لك الفوز الهلالي امام الاتحاد يعتبر يعني ما يحتاج انك ترفع القبعه فيه، هذا امر عادي طبيعي. لا هذا اللي اقوله انا. بقول لك الهلال يعني هو منظومه، ما نتكلم على عناصر بس،
يعني الهلال ما بيهزم الهلال الآن ولا فريق بيوقف الهلال إلا الهلال نفسه. إذا انخفض مستوى الهلال خسر أو تعادل أو أوقف الهلال، فهو تكلم على منظومة كاملة مهما كان الفريق اللي واجهه فيه إصابات وما إصابات، زي ما قال أبو نواف يعني واجه الاتحاد ونجومه موجودين، لكن كمنظومة من يعني حتى لو ترجع من إعداد قبل الموسم العناصر ترى حتى الهلال يعني بدأ بداية خسر البطولة العربية وبعدين بدأ الدوري وبعض صفقاته ما اكتملت يعني بس برضو ما فيك تقول والله إنه ما يهزم الهلال للهلال هذا لا، أنت قاعد تتكلم على فرق أيضا عندها إمكانيات صحيح إمكانيات ثانية. لما الاتحاد يفوز على الهلال في المواجهة اللي جاية ما تقدر تقول والله الهلال هزم نفسه أو إنه ما ظهر، انا عندي طيب. فريق ثاني عنده حلول طيب القصد يا جماعه لازم نحترم الفرق الاخرى وامكانياتها. طيب انا وش اللي منجح منها نقول له برافو عليك، واللي فشل منها طيب. نقول له فشل عادي. طيب بس لان بدك تجي تقولي لن يهزم الهلال الا الهلال، شوف اول شيء انا معك بس هذا رايي اني انا اشوف ما هو تقليل من الانديه الثانيه. الحين الهلال 28 مباراه من وقفه ما هو تقليل، ما اختلفنا بس لما تقليل. يهزم من الاتحاد في المواجهه الجايه ما تقدر تقول والله ان الهلال هزم نفسه الهلال. طيب تتوقع لا الهلال اذا هزمه الاتحاد بس نعم. تتوقع الهلال بمستوياته الماضيه كلها بينهزم؟ اي ينهزم. ليش انت تقول مباريات كبيره بس الربع الاول جديد الاتحاد عنده امكانيات ما اختلف ولا اذا مكتمل اول اولا انت سالت سعدون عن مباراه الاتحاد والهلال في الكاس صح؟ صحيح. ولما قلت رحت انا فكرتي انت اعترضت، طيب كيف تسأل عن مباراة ما بعرفين متى تلعب؟ لكن لو كانت على الفكرة حقتي بعرف إن فاز الآن الفريقين وبيلعبون فأقدر أقيمهم نعم. وأقدر أقول لك كيف. أنا ما أدري الحين تسألني طيب. متى بيلعبون؟ طب خلينا نقول ترى بس طيب. متى بيلعبون؟ خلينا نقول بعد عيد الفطر تاريخ كم بس عشان أعلمك 29 طيب 29 الآن الهلال كم مباراة بيلعب والاتحاد كم؟ حسابياً هل المسابقة هذه بتكون تركيز بالنسبة للهلال أو الاتحاد؟ طيب بس ممتاز إيه أبيك توقف عند هالجزئية لازم إيه لازم والله أطلع يروح إيه وبرجع لك أنا مستحيل إيه. مستحيل يعني أنا أقطعك كذا بخليك تكمل أو تاخذ راحتك ناخذ فاصل ونرجع كمل تميزهم العلمي والمهني حول العالم وأثبتوا أنهم قوة لا يمكن الاستهانة بها. صممت صمام حيكون هناك نقلة نوعية يمثلون المملكة في المواقع الأكثر تأثيراً على البشرية كافة. إلى اليوم أنا لا خسرت ولا مباراة. أطباء عباقرة، مهندسين غيروا التاريخ، خبراء في التكنولوجيا والعلوم يرسمون المستقبل، ورياضيين يقلبون المقاييس. هم قيادات سعودية غيرت وجه العالم. المرأة السعودية الوحيدة في طاولة الاجتماع. جيد الفخر أمانة. كنت حاسة بالفخر. الطاقة المتجددة هي مستقبل. هم كانوا نجوم جسور في موسم الأول، وفي رمضان هذا العام نستمر نكتشف قصص أبطال جدد في الموسم الثاني من جسور. ترقبونا. جسور الموسم الثاني يوميا الساعة الخامسة مساء رمضان على السعودية. جسمات عطني يا بس شباب سؤال اليوم، وش أكثر صفة يتميز فيها الشعب السعودي؟ تسامح، الشهامة، الكرم، الوفاء. يا صالح خليك طالب صالح وركز بالفصل، وش إجابتك؟
انضموا لنا في رحلة مع المشاعر الإنسانية والقيم السامية، حيث يستمر برنامج نخوة في موسمه الثاني بإلقاء الضوء على قصص ملهمة وبمواجهة الظلم بكل جرأة وقوة. نخوة الموسم الثاني يومياً الساعة 5:30 مساء رمضان على السعودية. حياكم الله معنا في هذا الجزء من الديوانية، النقاش عن المواجهات المنتظرة ما بين الهلال والاتحاد أو الاتحاد والهلال والنصر والخليج. وقفت عند حمد الدباخي أبو عبد الله، فكرة اللي أنت تقول تجمع عدتها مرة ثانية. لا أنا أقول أن سألت يوم سألت عن المباراة الحين فأنا أشوف وقتها مثلا بقى أختصر لك، بس لو فرضنا حين الخليج بيلعب شهر 4 قبل مباراة الكاس وكان يصارع الهبوط، إيه؟ أي أفضل الآن تكون مسابقة منعزلة ولا وسط مسابقة بالنسبة له؟ إيه؟ أنت ظلمت كذا، إيه؟ يركز على المباراة عشان لا يهبط، إيه؟ وبيقول لك أنا مش مهتم في المباراة دي، إيه؟ فأنا كذا عشان أقول لك خلي المسابقة لحالها، إيه؟ لا تتداخل عشان لا يصير في طرف متضرر من هذه المباريات. ممتاز، وصلت الفكرة؟ هي فواصلة من أول. لا ما غيرت رأيي كل هذا، ما غير بس لأنه أنا خوفي أنت فاصل. أنت ما أخذها جزئية واحدة فقط وتارك الباقي. يعني اليوم أنا ولا عارف الموقع. أنا ما عارف إني ما أبغى أقول لك يا أخي كل دول العالم تلعب بها. ما قلت لك مسألة تقول لي في أوروبا يصير، بس أنا عارف، يعني أنا عارف إنك بتقول لي هالكلام هذا، لكن هذا اللي يصير، هذا اللي هذا هذا الناس اللي متقدمين علينا في كرة القدم يسوون كذا، في أسبانيا يسوون كذا، في إنجلترا يسوون كذا، وإحنا بسوون نسوي. يعني صحيح ترى لأن الأجواء مختلفة، يعني اللي يناسبنا ونسوي اللي أنا أعطيتك الحين مثال بسيط. ممتاز، هل هذا اللي يناسبك؟ لا رأيك يا رجال، أنا ما في واحدة من عندي هنا قال لك أوكي، يعني عاد هذا انسى. طيب أجل تجيني الآن تسألني عن مباراة بتلعب شهر بعد شهر وشوي. إيه أسألك، ما أقدر أقول لك شو السالفة، إيه؟ ما عندي معطياتها ولا مباراة ذي معطي ولا لا. ممتاز، منطقيا تسألني يعني عن مباراة بالنسبة لك، يعني مباراة بالنسبة لك غامضة بسبب أسماء الفريقين اللي هي الاتحاد والهلال، فبالتالي أنت تبغى تشوف الجاهزية في ذاك الوقت لمين، صح؟ هي غامضة، هي لأن ليش قلت لك أنا تسألني عن مباراة طيب بعد شهر وشوي. ممتاز ممتاز، من نفسه سألينك محمد؟ أعطيك العافية كل هالسؤال. شو سوي؟ مباراة الاتحاد والهلال في الكأس زي ما ذكر أخوي عايض إنه مباراة صعبة أكيد، ومباراة كأس هتكون مباراة ممكن الاتحاد يدخل بكل ما أوتي من قوة وينتصر فيها، خصوصا إنه الاتحاد في الكأس يتفوق تاريخيا على الهلال، رغم إنه الهلال بالنسخة الجديدة هو من حقق البطولة الأكثر. الاتحاد في 7 مباريات في 13 مباراة كسب 7 وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات، فأكيد أن المباراة هتكون مباراة أعتقد من وجهة نظري بعد فترة يمكن تتغير المعطيات، جاهزية لاعبي الاتحاد وما نعرف ظروف الهلال في تلك الفترة، ولكن أكيد هتكون مباراة بختلف معك جزئية أمس هتكون هتكون ما فيها مقاييس يعني، ولكن أشوف المباراة هتكون بكرة أو الفترة القادمة تكون مباراة مفصلية خصوصا الاتحاد، يعني ما بأرجع وأقول إنه الاتحاد خسر كل شيء مع الهلال، ولكن لعودة الهيبة الاتحادية اللي صراحة الجمهور الاتحادي مستاء من وضع الاتحاد خصوصا من يواجه الهلال اليوم. الاتحاد يخسر مباريات كثيرة، ممكن المواسم الأخيرة حصل فرصة الاتحاد خصوصا الموسم الماضي، الاتحاد كان متفوق على الهلال على ملعبه 2-0 في آخر الثواني مباراة يتعادل، رغم أن الهلال كانت عنده غيابات. أرجع زي ما ذكرت في البداية أنه ظروف الاتحاد الآن يمكن بعد شهر تتغير، يكون عنده وضع أفضل، لاعبين يعني يعودوا لمستواهم، ولكن في النهاية اليوم الاتحاد حيواجه الهلال على أرضه، وهذه أيضا تكون نقطة إيجابية. الهلال الاختلاف يمكن بعد ما حقق بطولة آسيا إذا وصل للنهائي أكيد أنه مرشح قوي جدا لهذه البطولة، يمكن يكون عنده الطموح أقل في مسابقة الكأس، ويكون حتى المدرب يبدأ
يعني يعطي البطوله اقل من قيمتها، يعني يتكلم من ناحيه انه اللعيبه خلاص يشبع من البطولات، ولكن كمجمل حضور الهلال في مسابقه غاليه وكاس الحرمين. مين اللي طال عمرك عنده كاس خادم الحرمين الشريفين المالية يعني. وبتجي بتقول لي والله انا بتنازل؟ ما في حد، ما في شيء متنازل، وكل الفرق تحت الضغط. إيه والقيمه عاليه يعني تكلم 10 ملايين، لكن احيانا اللاعب يعني يكون في ريفل اقل من بعد كاس اسيا، لكن البطوله حتكون مهمه جدا للاعبي الهلال. ولكن اشوف ان البطوله اهم من وجهة نظري، اللي صارع على تحقيقها الاتحاد في المقام الأول، النصر في المقام الثاني، لأنه حيكونون أكثر حماس. ليش ربطت المباراة لما ربطت الفكرة، والآن ربطت المباراة بأحداث مختلفة؟ لا أنا مختلفة. ما لا أنا ما أنا أتكلم على البطولة. لا أنا ضد فكرتك. ربطت بأحداث. لا أنا ربطتك الآن المباراة ولا لا؟ أنت شخصنت الموضوع أبو عبد الله. أنا أتكلم معك كبطولة. أنا أتكلم معك كبطولة. أنا لما نحط البطولة مجمعة أنا فقدت هيبتها. لا بس أنت صراحة خذيت المقترح حقك أنها حياة أو موت. لا لأنه هو ربطها. لا لما يكون لحظة، لما يكون هو مش متفق مع الفكرة، لا يربط المباراة بأشياء يتعذر فيها. بس لا انا ما اتعذر. اخوك يعني يخالف، هو في ستة، مو هو ضد الفكره، مو هو الحاله، في خمسه هنا ضد الفكره. اليوم ارجع اقول المباراه الحافز الاكبر لتحقيق هذه البطوله، اكيد ان الهلال وصل الى مراحل اقوى في الدوري، اقرب من جميع الانديه اليوم على تحقيق بطوله الدوري، وصوله لكاس اسيا باذن الله حيكون مساله وقت. انا اليوم اشاهد انه يعني الحافز اكبر لدى الاتحاد ولدى النصر حتى الخليج. يعني مباراة الاتحاد والهلال كده حتكون مباراة متساوية. أرجع وأقول مباراة النصر والخليج، وصل للخليج ليش لا؟ يصل للنهائي زي ما حقق الوحدة ووصل للنهائي، زي ما حقق الفيحة البطولة، فرصة أن يدخل هذا البطولة يحقق منجز، خصوصا أنه ما نعرف ليش هيصير بعد بس فترة. بس محمد منافسين الهلال أعطوه الأريحية لهالبطولة هذه. متى يكون مثلا الهلال عليه ضغط كبير في خصوصا بعد تأهله لآسيا؟ لو كان في منافسة قوية في الدوري، الدوري الآن مرتاح فيه الهلال، ما أخذ صحيح بس أنا نوعا ما مرتاح، فبالتالي أنا في ممكن في مباراة دورية أشارك بلاعبين بدلا. بس بروح نقطة مهمة، ليش الهلال اليوم يواصل مسيرته الأكثر من رائع ويحط من الأرقام؟ الهلال لعب مباراة ودية في الرياض وذهب إلى القرافة، لعب في قطر مباراة ودية، بينما النصر راح إلى الصين بدون مباراة. هذه ما لها، ما هي موضوع. أنا أتكلم على مواصلة. لا أنا أتكلم، أنت تقول إنه الهلال في حيكون في ضغط وإراحة لاعبين، بالعكس يمكن هو الهلال بعد الارتياح في الدوري حيقدر يدير المباريات هذه بشكل أفضل يمكن من ظروف الاتحاد والنصر الفنية السيئة اللي هم في المقام الأول يبغون يرفعون من مستوياتهم بعد كذا المنافسة اللي موجودة عندهم على مراكز. يعني قرب يعني قرب هم أريح يا عمي. لا بس قرب طلوعهم من وين؟ ها إذا هم فقدوا الدوري برضو في عامل ارتياح لهم. عكسهم تحت الضغط عشان خروجهم. لا خروجهم يخليهم يركزون على الكاس. خروج حتى لو ركز، أنت قاعد تتكلم على خروج مؤلم بالنسبة لهم، مو خروج طبيعي. اليوم الـ 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 الهلال يمكن راح يلعب مباراتين أو ثلاث مباريات فقط. طيب. لأنه في النهاية حيلعب في نهاية أبريل حيلعب مباراة الكاس. في السوبر. وأتكلم حتى مباراة طيب. النهائي تأهل حتكون يعني بنسبة كبيرة راح يكون فيه فرق بسيط. أي مباراة أقصد؟ مباراة طيب. نهائي دوري أبطال آسيا، نهائي دوري أبطال آسيا بحال تأهل. حيكون في فترة كافية أنه يشارك في بطولة الكاس. ممتاز. تيسير إيش رأيك في اللقاء؟ أول شيء خلينا نبدأ في الاتحاد والهلال. والله من ناحية فنية أبو نواف، لا المواجهة يعني بالضبط. مواجهة بالضبط. الفريقين الحين سادس من راح تكون يعني حتى لو اكتمل الاتحاد بعودة بنزيما وكانتي وهذا، يظل الهلال كفنيا أفضل، كأجانب أفضل، كلاعيبة محليين اللي قاعدين يصنعوا الفارق حتى في نادي الهلال. أيوة. والجودة اللي في نادي الهلال حتى باللعيبة الاحتياط هم أفضل، فممكن لما يوصل هذه المرحلة بيكون الهلال أجهز حتى من الاتحاد بحكم المباريات اللي حيلعبها الاتحاد والسوبر. الهلال أفضل كفنيا، أفضل ك حتى استقرار. أي. استقرار
فريق مطالب بتحقيق البطولات، حيلعب الآن الدوري بيلعب هو مرتاح، يدور في لعيبته، بيجي السوبر وهو مرتاح. لا يعني إذا استمر على الوضع اللي فيه اللعيبة الآن الموجودين عنده بدون إصابات، أنا أعتقد الهلال حقق البطولات كلها السنة أبو نواف على الوضع الفني اللي يمر به وعلى وضع الأجانب الموجودين ووضع الاحتياط اللي عنده اللعيبة الموجودين في طيب الاحتياط. أنا بسأل سؤال حمد دبيخي. حمد، اليوم احنا شفنا لقاء علي البليهي بعد المباراة الأخيرة، قال كل الثلاث مواجهات كانت سهلة بالنسبة لنا. هذا التصريح وانت كلاعب في الاتحاد كيف ممكن تستقبله؟ لا هو شوف تصريحه بعد المباريات، اي بعد المباريات بعد الفوز لا يؤخذ فيه، لأن التصريح إذا تقيمه قبل المباراة إلى قبل المباريات هل كان يقول صعبة ولا سهلة؟ إذا جسس بنفسه وهو يفوز ويفوز وأفضل فريق وكذا، لما يسأل عن مباريات يقول لا المباراة صعبة لأنها قبل المباراة، بس بعد المباراة أنا ما أخذ بالتصريح هذا سهلة، لا ما أخذ فيه، يعني مش مقياس بالنسبة. ما تأخذ فيه، بس أنت كلاعب في الاتحاد كيف يعني كيف تستقبل هالتصريح ذا؟ مو كويس. يعني قصدك كمحفز انت ولا لاعب بالاتحاد وسمعت علي البليهي يقول كل الثلاث مواجهات هذه كانت سهله بالنسبه لنا، وانت الان حتواجه الفريق الهلالي في مباراه دور أربعة في بطوله غاليه وهي الاغلى في الكره السعوديه، ايش يعني ممكن يكون احساسك كلاعب اتجاه مثل أكيد هالمواجهة؟ هذه بيكون لهم رد، المفروض يكون لك ردة فعل. إيه؟ يعني لأن التقليل من قيمتك أنت كلاعب في الفريق. إيه؟ جزء من الفريق لما يجي لاعب يقلل بقيمتك كذا. إيه؟ فلازم يكون محفز لك في المباراة أمامه. إيه؟ لتثبت له أنك أنت أنك صعب، فريق صعب، أنه هو كان السهل. نعم. بالعكس حتى التصريح ذا مو بجيد بالنسبة حتى لفريقه. إيه؟ يعني اعتقد يعني الهلال معروف انه عنده قاعده هي احترام الفرق الاخرى مهما كان حجمها. صحيح. فما اخذ في التصريح هذا مع طيب احترامي للكابتن. ماشي سعدون، انت ايش رايك؟ انا والله ابو نواف ما عجبني التصريح بصراحه. لان لاعب كره القدم لابد انه يحترم فريق الخصم. والاتحاد فريق كبير، حتى لو كسبته ثلاث مواجهات حيبقى فريق كبير. لابد ان انت عليك كلاعب كره قدم تحترم الخصوم وتحترم الجماهير الفريق الاتحادي. عشان انت اليوم لو تبغى تكسب شعبيه، تكسب جماهير، تحترم الاخرين، الناس تحبك، لابد ان انت تحترم نادي الاتحاد. اعتقد التصريح ما كان موفق فيه البليهد، حتى لو فز على الاتحاد اربع مرات وعشر مرات لابد ان تحترم الكيان هذا الكبير. الاتحاد كان بطل اسيا في سنة من السنوات، حقق بطولات آسيا، لابد أن أنت كلاعب كرة قدم تحترم هذا الكيان. الصراحة تصريح أنا ما عجبني فيه بصراحة البلية. أنت كلاعب اتحادي، أنا لاعب اتحادي أرد عليه بعد شهر. إذا لعيبة الاتحاد يحطون هذا التصريح في الاعتبار، وإذا جاء الهلال في جدة لابد أن يردون على هذا التصريح بقوة بصراحة. أنا بأمانة أنا من الناس اللي أحب فريق الهلال صراحة كفريق منظومة، فريق كبير، فريق له شعبية جماهيرية، فريق ما يقهر هذا الموسم. بس بالنسبة للتصريح أنا ما أيده في التصريح. بداية التصريح أبو نواف ذكر أنه ما كانت مباراة سهلة، وترجع تكون للتصريح وتشاهد الحديث في بداية قال المباراة يعني ما كانت سهلة، بعدين ذكر أنه كل مباراة سهلة، ثلاث مباريات سهلة، ورجع للتصريح وشاهد. التهيئة النفسية في الأندية لها دور كبير. أنا وأنتم تناقشون، أفكر النصر هو أكثر نادي الآن يحتاج إلى تهيئة نفسية اللاعبين. لا لا، أتكلم على تصريح البليهي. أي أنا عارف، أنا بجيك بس التهيئة النفسية من الجهاز الإداري في النادي أو في الفريق هو اللي مفترض أنه يعني يهيئ اللاعبين على مثل هذه التصريحات. ممكن أنه يستخدمه يعني يعرض عليهم هذا التصريح بحيث انه يعني يحفز اللاعب ويقول هذا اللاعب الخصم اللي يقول انكم انتم او المنافس اللي مباريات سهله. مباريات سهله فهذه حتى مباريات يعني قبل مباراه الهلال تنعرض لهم في اي فهو يحفز ويعطيه يعني حافز اكبر، يصير يهز راسه يقول لا هز راسه. لا ابو نواف يعني التحفيز كل انديه قاعده تحفز، اداريين يحفزوا، المدرب يحفز قبل المباراه، يحط فيديو ويحط هذا، شفنا كثير من الانديه يعني هنا واللي برا. بس في الاول والاخير
تنظيم داخل الملعب، المدرب كيف قاعد يلعب بالتشكيلة، ظروف الفريق من إصابات، هي كلها تأثر. التحفيز كم نسبته في الفوز؟ إذا أنت يعني الفريق اللي قدامك أفضل منك فنيا، أفضل منك عناصريا، التحفيز هذا 10 دقائق ربع ساعة بالفريق الثاني لما يبتدي يهاجمك، لما يضغط عليك، لما يخلق فرص، لما خلاص التحفيز يبتدي يقل 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 نسبته. بس انت لاغي الامكانيات الفنيه عند الاتحاد مره انت. لا 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 ما يعني اتكلم، ما اتكلم عن الاتحاد. لا انت الحين مثلا تقول لا 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 ما اتكلم عن الاتحاد والهلال. انا فاهم، انا اتكلم الحين على اتكلم عن الاتحاد والهلال والتصريح نفسه. لا 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 بالعكس، الاتحاد المباراه الاخيره ابو نواف لعب افضل من المباريات السابقه قدام الهلال، جار الهلال، صنع فرص، بعودة ممكن اللعيبة الثانية يكون ضغط أكثر على الهلال، لكن في الأول والأخير أبو نواف يعني أنا أقول من ناحية فنية كلعيبة الهلال أفضل. ممتاز والله العالم. الناحية الفنية هذه لما تخليني أجي أدخل المباراة هذه وأنا تركيزي عليها، أنت جيت الحين حطيت شيء زايد ممكن يخلي لعيبي الاتحاد يأخذون المسألة، أغطي الفرق الفني. أيوة أغطي فيه الفرق الفني من خلال المجهود اللي أنا ممكن أبذله عشان أرد على تصريح اللاعب. يعني أنت الحين أنا ليش أسألكم أنتم كلاعبين بالذات، ما سألت الأخوان، لأنكم أنتم يعني التصريح هذه هل هي لها تأثير بالنسبة لكم في المباريات؟ ما لها تأثير؟ لأني أنا أتذكر حادثة في 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 فرق كبيرة في أوروبا، مثلا ليفربول لما لعب النهائي أمام إسي ميلان أعتقد أو شيء زي كذا، مدرب في تركيا مدرب قلل من ليفربول وجاء وعرض لهم التصريح قال تفضلوا، جاءوا كلوا الأخضر واليابس ليفربول. صحيح. إذا كان إذا كنت أنا يعني ما لخبطت في الفرق زي ما قلت لك أبو نواف، يعني مثلا مباراة الاتحاد والهلال، وش أكبر تحفيز أنك تلعب في جدة أمام جماهيرك؟ تحفيز كبير. أنت خسران من الهلال السنة هذه 3 مباريات وراء بعض، تحفيز كبير. ممكن هذا التصريح يعني يكون من ضمن التحفيز. بس وبعدين أنت تشوف أنه ما له تأثير، كأني أقرأ من كلامك أنه ما له تأثير. وبعدين أبو نواف أنت إيش قاعد تقدم داخل الملعب؟ ممتاز. أنت اللي أقرأ من كلامك اللي تقدم داخل الملعب هو الأهم. أبو نواف تخلل من قيمة الاتحاد، فريق لا. الاتحاد لا قال فريق لا لا ما قال سهل. فريق هي قال مباريات سهلة، مباراة سهلة مباريات سهلة غير أني أنا أقول الاتحاد سهل. أنت لاعب كرة قدم لازم ما تقول هذا الكلام قدام فريق كبير، حتى لو مرت علي أنا ظروف ما تقول ان انا فزت على فريق سهل. اليوم النصر بيلعب مع الخليج، كل الناس تقول النصر يفوز، واذا فاز النصر يقول يلا الخليج فريق سهل، ما يجوز. طيب هو ما قال سهل، هو قال مباريات سهله، هو قال مباريات سهله وليس فريق سهل. ايوه مباراه سهله، قال مباريات سهله، كل الثلاث مباريات سهله قال. ما يقول لازم يسكت في هذا الامر. عايد ايش رايك؟ انا قلت لك تو ابو نواف، انا اقول انه البليهي زي ما قال الكابتن السعدون ما وفق في التصريح. اي ما وفق يعني، بس هو اللاعب اصلا هو اصلا كذا يحب الاثاره، يعني هو لازم يضع له بصمه ماركه البليهي. اي لازم لازم يضع لها يعني بصمه في اي مشهد ناجح فيه، ناجح فيها هو او حتى تصريح ناجح فيها. لكن انا اقول انه ممكن تكون سلبيه. يعني انا تعرف متى بتكون سلبيه؟ أي. شوف البليهي الحين في السكة هذه بطريقته هذه ناجح، ما تقدر تقول انه مو ناجح، بس اذا قل المستوى او تسبب في اخطاء خلاص متكررة يرجعون له، حيبدون يطلعون له نعم ماضي القديم. اذا كان فريق بعد ابو نواف، اذا كان الفريق في 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 دروب والفريق مستوياته سيئه حيبان يظهر هذا التأثير اكثر. ممتاز. طيب نروح لمواجهة النصر والخليج. عايض النصر عنده تجارب ما هي بكويسة يعني نتكلم على خروجه من الوحدة الموسم الماضي، خروجه من الفيصلي، خروجه من الباطن، وكلها في دور 4. هل يتعلم النصر؟ خلينا نقول هالمرة هذه خصوصا أنه فقد الفرصة في تحقيق أهدافه في الدوري أو في كأس آسيا. هو شوف النصر يعني على الواقع باقي عنده بطولتين بس ينافس فيها، السوبر وكأس الملك. الدوري يعني صار صعب، يعني فرق 12 نقطة صعب على النصر. في ظل وضعه الحالي، في ظل ظروفه الحالية، يعني المشهد النصراوي ما هو كفريق
يعني لا عمل فني جيد، الإصابات كل مباراة تطلع بلاعبين ثلاثة، يعني أمر غير منطقي في فريق كبير يعني داخل من بداية الموسم وهو ينافس على كل البطولات ويبغى كل البطولات، وفي النهاية المشهد ما هو جيد. ذكرت بطولتين أنت، احنا عندنا الثلاث البطولات الكبرى، كأس خادم الحرمين الشريفين، الدوري، دوري أبطال آسيا، في ثنتين. اي يعني انت الان تتكلم، خلينا نقول يعني مثلا النصر عنده السوبر، لو اخذ السوبر يعني حيكون مرضي بالنسبه للجماهير الاسرائيليه في هذا الموسم؟ اذا انت تتكلم على كاس خادم الحرمين الشريفين انه هو اللي هدف الان، الهدف خلاص، هذا اخر هدف للنصر، يعني من اهداف الموسم، اخر هدف ممكن النصر انه يحط ثقله فيه. المباراه النصر طبعا احنا نتكلم عن مباراه، الكلمه دي بتصلح لابو، باقي لها شهر وشويه وشهر ونص، فظروف النصر في ذاك الوقت موضوع خاصه الاصابات يعني مختلف عن الوضع اللي هو عليه. اضف انه لربما انه فتره التوقف يكون في مدرب للنصر، فممكن برضو يتغير المشهد النصراوي على الصعيد الفني. مباراه على ارضه، فريق الخليج يعني مو من الفرق اللي منافسه في الدوري ولا حتى المتوسطه، يعني الخليج متوسط يعني الحين وضعها، لا في المتوسط هو مرتاح الخليج. يعني انا اقصد انه ما الخليج مو هو بالفريق اللي بالنسبه للنصر، نتكلم عن اهلي، نتكلم عن الهلال، او نتكلم عن الاتحاد، يعني عشان كذا انا اعطيت لك الامثله في بدايه كلامي معك، مواقف النصر في مواقف النصر مع الفرق اللي يرى انها ما هي منافسه، وفي النهايه يخسر، وفي النهايه يخسر. والله عاد هذه اذا كانت بيكمل النصر على الوضع هذه مشكله، لكن هذه ممتاز. بالنسبه موضوع موضوع المدرب ذا انت ذكرته، رميته كذا في النص. ما ادري انا، لا تدري، بس لا يكون مثل خبر راغد النجار يوم تقول انه مو مشارك وشفناه ثاني يوم هو الموجود. انا قلت معلومه، ما قلت لك، قلت لك خبر، معلومه، هذه معلومه. لا مش اسف، ما قلت لك معلومه، انا حتى سالني عنها عبد العزيز وقال هي معلومه ولا 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 توقع. قلت لا انا انت الحين تتوقع قالت مدرب النصر ولا معلومه؟ لا ما هي معلومه ابدا، توقع. لا انا توقع، مو بتوقع ولا امنيه. تبي الصدق؟ لا والله امنيه على وضع النصر. لا النصر ما يقدر يعني لو كمل بالمدرب على الوضع الحالي مأساة صراحه. ممتاز حمد، يعني كثير من النصراويين يقول لك ان العله في المدرب. والله انا ما اشوف العله في المدرب. العله انا مؤمن ان اللاعبين لهم الجزء الاكبر، هم اللي يقيمون الاداء الفريق للامام او للخلف. حتى ما يحدث برضه في الهلال، في كل الفرق. يعني حتى النصراويين في جانب يلومون المدرب، وفي جانب الهلال يمدح في المدرب. والمنظومه اصلا معتمده على اللاعبين بشكل كبير جدا. عندك لعطني لاعبين احقق لك فيهم بطوله، ما قال لك عطني مدرب يحقق لي بطوله. ولا لو ذا عكس لك الان، خلي الجوسس يروح في اي فريق وبعدين طالبه بطوله، بتقول ما اقدر اطالبه، ما عنده ادوات. ودائما احنا نركز ونقول ان الادوات اهم بكثير جدا من المدرب. النصر عنده ادوات ولا ما عنده؟ الادوات، بعض الادوات هي اللي استجابت له النتائج السلبيه الاخيره، هي اللي طلعته من اسيا. يعني الخيارات ما اقول لك برضه انا سالت واعيد كلامي اللي قلته لك بدايه الموسم يا ابو نواف، واحده من اهم الادوات مش موجوده كشكل للفريق، وذكرت لك امثله وانت شفتها، وحتى يوم سالتني ذاك اليوم قلت لك متروفيتش من عشر بيضيع واحده صحيح، لكن رولاندو وانت شفته، كريستيانو. فبالتالي قلت لك انا لانه هو ما يلعب في هذا، حتى على فكره يحتاج اسهل لي انا كمدرب لما يلعب كريستيانو مهاجم اراقبه لان المدافع عنده، لكن لما يلعب حر انا ما ادري من اللي بيراقبه وين بيروح. يعني النصر يحتاج محطه، فعشان كذا اقول لك ذكرتك لازم يكون في مهاجم محطة. هذا واحد. اثنين، المدرب قول لي ايش اخطائه، يعني هل هو اللي تقول لي والله ما قوى الدفاع؟ اغلب الفرق اللي عندها شق هجومي جيد تعاني في الدفاع لان كل لعبتها هجوم. الهلال لكن طيب. اللي ينفع الهلال اللي ينفع الهلال انه هو يسجل ما يضيع، يسجل يعني يخلي الفرق هي ترجع، يعني يصنع لك. بس كم يعني كمية الأهداف اللي في الهلال؟ في تصريح المدرب بالنصر، كم مرة في الشوط الأول يوصل الهلال مقارنة بالنصر مثلا؟ كم مرة يسجل مقارنة؟ النصر في الدور الأول مشابه للهلال في الوصول وفي التسجيل. ممتاز. دقيقة بس الحين هو يسألك سؤال، يقول لك أنت ذكرت الشق الهجومي،
دفاعيا الهلال ما يستقبل اهداف، هو افضل دفاع رغم انه ايوه ليش؟ تدري ليش؟ لا قل لي ليش بعد الفاصل. يلا نروح الفاصل. وش بك يا ملا العمى؟ تهربتك ما نفع وياك. والله يا تجبيل شو صفحك؟ حقنا يا يحيى. قل لك انا سميته يحيى. وش تقول؟ والله ما ترجع. اللي يذبحك الشيخ فزع. من حمولة طيبة. صاعدتك عجوز ابليس. وانت بعد مثلهم. انا تاجر وشيخ. تتهمي يا ابو علي؟ يا بابا ايش اسوي؟ قلبي بيك. يخسي ويعقب. تبي تروح من غير ما تسلم علي؟ انا قابل ارواحهم. امي ما هي بحاجتك انت وياه. تكفى لا تمزح وياي هالمس. واشك تطلقني. انا منكم. لا تخاف. نوم الاولين. الموسم الخامس. يوميا. الساعة 7:30 مساء. رمضان على السعودية. حياكم الله في لقاءات نتحدث فيها عما يسعد الإنسان في حياته ويسعد البشرية. بالكلام في الأخلاق الفاضلة من خلال دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرة أصحابه. أفضلكم وخيركم أحاسنكم أخلاقا، فمرحبا بكم. الموسم الخامس يوميا الساعة 4 مساء رمضان على السعودية. نرحب فيكم في الجزء الأخير من الدوانية. زميلنا أحمد أبو مسمار التقى مع نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات وقاسم المسكين ممثل نادي الخليج بعد مراسم إجراء القرعة. نتابع. نعيم البكر أحييك عبر برنامج الدوانية. اليوم نتواجد في قرعة كأس الملك، تحدد الفرق الأربعة التي سوف تلعب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. حياكم الله. اليوم أيضا سعيدين في تدشين النسخة الجديدة من الكأس الغالية اللي يتشرف الرياضيون كل عام بالرعاية الكريمة لهذه الكأس، واليوم نسخة جديدة من هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله للجميع التوفيق وصاحبها قرعة مواجهات نصف النهائي اللي زي ما شفتوا السنة هذه يعني الآلية تغيرت، صار في كل دور في قرعة بحيث أنها تعطينا مزيد من الإثارة مزيد من المتابعة لهذه البطولة. لماذا تعدل وقت هذه القرعة تحديدا؟ كان في وقت والآن تغير إلى اليوم.
ما اعتقد كان في يعني تاثير على تغيير الوقت، فقط اسبوع لاستكمال بعض الاجراءات التنظيميه لتدشين الهويه الجديده. كان عشان الكاس ما خلص صح، يعني بعض الاجراءات التنظيميه لهذا الحفل. بالنسبه لموعد المباريات لم يتغير في موعده نهايه ابريل ان شاء الله. يمكن شاهدنا الاتحاد السعودي تحدث عن توثيق البطولات، تحديدا لجنة المسابقات لها علاقة في هذا الجانب؟ لا ما لها علاقة نهائيا، ما تقدرون يعني تحصرون في اللجنة الأبطال بالتشاور مع لجنة التوثيق البطولة؟ لا، أنت تتكلم عن مشروع ولا تتكلم عن؟ أنا أتكلم عن المشروع القائم، هذا في فريق عمل مختص لهم الحرية في الكلام عنه. ما راح لجنة المسابقات ما لها علاقة فيهم في فريق عمل متحدث، إذا صار في اجتماعات لهم أو شيء ممكن تسألهم في الموضوع هذا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. أستاذ قاسم أرحب بك عبر برنامج الديوانية. بكل تأكيد اليوم انكشف الستار في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين النصر والخليج. والله انتظرنا كثيرا هذه القرعة إلى أن جاء موعدها اليوم. الخليج وصل إلى دور النصف نهائي بجدارة واستحقاق نتيجة عمل مجلس إدارة ممتاز وعمل الجهاز الإداري والفني اللي كان مثالي للغاية وبجدارة في دور الكبار. تعودنا دائما في البطولات السعودية بشكل عام في الدوري وأيضا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أنها تكون على أندية محددة، الأندية اللي دائما ما نشاهدها، الأندية كل جميعها كبار أندية الدوري السعودي، ولكن خلنا نتحدث الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، الأهلي، هم من تعودوا على هذه البطولة. في الفترة الأخيرة التعاون، الفيصلي، الفيحاء، هل تطمحون بأن تكملوا هذه السلسلة في الحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؟ والله التجارب السابقة والسنوات الماضية في أغلى الكؤوس أثبتت أن أي فريق هيقاتل على البطولة قد يحققها، وهذا ما يسعى إليه الخليج اليوم عبر بوابة النصر إن شاء الله والوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس. مغرية البطولة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، أيضا الذهاب إلى بطولة كأس السوبر، إلى بطولة آسيا مقعد مباشر. والله أنها تحمل اسم غالي علينا، اسم خادم الحرمين الشريفين، بلا شك يعني أنها هي مهمة جدا وتحظى باهتمام جميع الفرق المشاركة، والخليج يسعى من خلالها للتواجد الأسيوي الأول على مستوى دوري أبطال آسيا ووجود في السوبر السعودي أيضا. النصر؟ والله لدينا تجارب سابقة مع النصر، هنالك يعني جاريناهم في عديد من المباريات، الآن فريقنا وصل إلى مرحلة من التناغم والانسجام عكس بداية الموسم، هذا يجعلنا أكثر جاهزية لمباراة النصر. إعلان تحدي هذا ولا؟ والله إن شاء الله نآمن بحظوظنا ونقاتل على هذه الفرصة. ما جاوبتني، تعلن التحدي؟ دائما احنا اي ندخل تحدي في النهايه، هذا تحدي، وصولنا الى دور نصف نهائي تحدي، والتحدي ايضا هو الوصول الى النهائي غير الكؤوس. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. شكرا للزميل احمد ابو مسمار. لقاءات بعد نهايه مراسم القرعه مع نعيم البكر وقاسم مسكين ممثل نادي الخليج. نرجع لنقاشنا أبو عبد الله، يقول لك هنا أنت ذكرت أنه الهلال هجوميا كويس بس دفاعيا هو أيضا أميز فريق في الدوري بحكم أنه أقل الفرق استقبال الأهداف، لأن الفرق اللي تقابل تلعب معها تفكر أنها إن 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 ما يسجل فيها، ما هي تفكر تسجل تهاجم، كل طرقهم أنها تقفل عشان كذا. يعني التكتيك يعني معناته شغل المدرب جيسوس التكتيك هو اللي خلى الفرق اجبرهم انهم يتعاملون مع الهلال بهالطريقه. شغله من زمان ده الهلال كذا، شخصيته مش جديده. طيب لا، الهلال الموسم الماضي غير تماما عن الموسم، لان الفرق برضو كانت غير، الفرق تحسنت، الفرق كانت غير، الفرق تحسنت يعني في يعني شوف، هل الشباب السنه هذه نفس العام الماضي؟ لا. هل الاتحاد الموسم هذا نفس العام الماضي؟ لا. فما دام فرق كبيره تقلت اختلفت في 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 مستواها الفني، ما تقيسها اليوم العام بالسنه. ممتاز. لكن انا اقول لك بس في 16 فريق ارتفع مستواهم، يعني تكلم على النصر ارتفع مستواه، تكلم على الاهلي، تكلم على الاتفاق، تكلم عن التعاون في بدايه صحيح. الموسم يعني كان في الوصافه الى فتره طويله وهو موجود، ايضا في فرق ايضا ارتفع مستواها. انت الحين ذكرت الاتحاد. ايوه، من اللي ارتفع مستواه مثلا؟ انا عديت لك بس من اللي اثر بشكل هجومي. بس هو سؤال بس ابو عبد الله، الحين النصر والهلال
احنا خلينا نشوف انا متفق انا وياك ولا لا بالنسبه لكميه الاهداف والتسجيل والضغط متشابهين. اتكلم عن الدور الاول مو وضع النصر الان صحيح؟ لا بس الهلال، الهلال عنده ميزه اكثر منك. وشو فيه؟ يصنع كثير ويسجل كثير. النصر يسجل كثير، فرق 5 أهداف 75 متقاربه ترى. ذكر مدرب النصر بدايه الموسم النصر يسجل كثير لما صارت الاهداف واستقبال النادي النصر الاهداف، ذكر بدايه حديثه النصر ما عنده التنظيم الدفاعي، ما يهمني يعني استقبال الاهداف، يهمني كم اسجل. وهذا الخلل اللي ذكرنا في كاسترو في بدايه الموسم، وارجع للتصريح في بدايه الموسم اي نعم، ذكر انه انا اليوم يعني هو قال انا ما يهم استقبال الاهداف. هذا الحين انت قل نفسك، انت تقول انا اقول نفسي إيه ليش وانا اللي لانك انت تقول كاسترو ما في شيء، ما يصير تقول انا اللي قلت التصريح. لحظه يا غالي، انت ما قلت كاسترو ما في شيء. لا بس انت تقول قل نفسك، انا قلت التصريح. اي لانك انت تقول كاسترو ما هو انا اقول قناعاتي رايي. انا فاهم انت تقول كاسترو لا يلام، فهمتني؟ ما لامه في النتائج ككل دائما. إيه هو يقول هالتصريح دائما يا ابو عبد الله، وانت لاعب واكيد انك مع مدربين تعاملت دائما، اي فريق يبقى يحقق بطوله الدوري لازم يكون عندك دفاع قوي ومتين. نعم. على كلام الدفاع صحيح. هو اللي يجيب البطولات، شو يجيب لك انتصارات وقتيه. على كلام محمد يعني فعلا خط الدفاع هو الاساس. ارجع يمكن 90-95% من ابطال الدوري دفاعهم اقوى دفاع في الدوري. انا بجيب لك نموذج الفتح عام 2012 لما حقق الدوري كان اقوى دفاع. من هو اقوى هجوم؟ الهلال فارق 10 وبعده الشباب. في الدفاع هو خط الأساس. أيوة. إذا تبغى بطولة، والنصر إذا يبغى يحقق كأس الملك خلال فترة هذه شهر ونص، إذا ما نظم دفاعه ورجع بعض اللاعبين لمستوياتهم، لأن هذا السبب في لخبطة الدفاعية من اللاعبين ومن المدرب، ما أحمل أحد بس لوحده. إذا استطاع يحقق اللقب، ما هو بيفوز على الخليج فقط، هو خط الدفاع الأساسي اللي عنده مشكلة كبيرة. المهاجم يضيع 10 فرص بيسجل من فرصة فرصتين، لكن خط الدفاع هو الأساس. كم حقق الاتحاد أبو فيصل الاتحاد الموسم الماضي حقق الدوري لأنه كان أقوى دفاع 18 هدف. أي فريق دائما القوة الدفاعية هي تجربك الدوري وهي الاستمرارية للفريق اللي يعني يكون له شكل ويكون له مضمون. دقيقة بالله الحين حمد يوم يتكلم قبل شوي واسمعك تقول صحيح صحيح، ويوم عارضوا حمد وانت تقول برضو صحيح صحيح، انت مع مين بالضبط يا اخي؟ يمكن هو ارحمني يا شيخ. شوف وش الحين حمد يتكلم قبل شوي وانت تقول ايه صحيح صحيح، ونواف عارضوا صحيح صحيح. اي صحيح فيهم؟ مع مين انت بالضبط؟ انا مع الجميع. هذا النظام. اسمع ابو نواف، زي ما قالوا الاخوان، اذا انت تبغى تشكل فريق قوي لابد ان انت تنظم خط الدفاع اول شيء، بعدين خط الوسط، بعدين خط الهجوم. هذه منظومه كره القدم. اليوم اذا انت تسجل بغزاره وعندك تسجيل بالنسبه للدفاع، بكره يواجهك فريق قوي ما تقدر تسجل ويسجل عليك. يعني صحيح؟ حمد مو بصحيح حمد كلامه. حمد كلامه كيف ايش قال هو؟ صحيح حقتك عليه. لا يمكن سامع غلط انت. لا والله سامع يقول صحيح، والله العظيم. شوف شوف ابو نواف هو يقول صحيح صحيح. شوف زي ما قالوا الاخوان يمكن عشان العشره في النادي عزز له يعني. لا ما عزز له. ماشي انا ما اعتقد انك سمعت، لان انت اذا مركز مع شخص شلون تسمع الشخص الثاني؟ جنبي على يميني يعني تسمع هنا. اسمع ما شاء الله عليك. ما شاء الله. طيب تيسير ايش رايك في موضوع يعني اللي قاله حمد انه لا مدرب ما هو ذاك ما يتحمل شغل لاعبين يعني؟ والله ابو عبد الله رايه يحترم لكن في الاول والاخير يعني احنا دائما نقول الفريق يتكون من اداره لعيبه مدرب اللي ينظم هذا كله الاغلب المدرب. الفريق الافريقه المحترفه تترك الى المدرب مساحه كبيره من الشغل سواء داخل الملعب او برا الملعب. اذا نسبته مرتفعه طبعا. والدليل ابو نواف يعني متى نقول فريق منظم؟ اذا كان خطوطه متقاربه سواء في الضغط سواء في حاله الدفاع في حاله الهجوم. هذه الخطوط المتقاربه من يعملها؟ تدريب. من يقوم بالتدريب؟ المدرب. فالمدرب اساس تنظيم الفريق. الليله مين ليلتك؟ سؤال ممكن سؤال؟ اي اسهل تدرب الهلال ولا تدرب النصر؟ الان نعرف من هو جواباته. تفضل. ايه الحين بيبين لك من هو اللي افضل، الناشئين ولا ذا؟ لا شك بتقول لا الهلال لسبب اكيد انه عنده احتياط دولي.
يعني اللاعبين الحمد لله كويس. سؤالي وش اللي خلى طيب الهلال؟ طيب مو معناته ما عندي لاعبين انا ضد فريقي. لا دقيقه وش شيء خلنا اسالك خلنا اسالك الحين لما تجي عناصر للنصر وعناصر للهلال عرفت هنا حتلاقي قوه وهنا حتلاقي قوه. وش اللي خلى الهلال بهذا الشكل؟ جيسوس ولا لا؟ لا انا اشوف اللاعبين في المقام الاول. طيب ممتاز. السيستم اللي ماشي عليه الفريق هذا من مسؤوليته اللاعبين ولا المدرب؟ بس من هو حط السيستم من راسه ولا على مستوى اللاعبين وامكانياتهم؟ حلو. يعني هل شفت في واحد يجي يشوف في واحد يجي يشوف مستوى اللاعبين ويحط السيستم المناسب؟ في واحد يجي يشوف مستوى اللاعبين ويحط سيستم يخليك تفوت في الحيط؟ طيب انا هذا الفرق في المدرب. هذا الفرق اذا كان موجود انا ما اشوفه موجود. هذا الفرق في المدرب. موجود في وين؟ في المدربين. مين حدد؟ شو في اي نادي يا اخي؟ وين اي نادي؟ اي نادي اذا انت جيت انت لا 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 انا اشوفه في كل الانديه اللي حققت نجاحات. جروس مع الأهلي سوى شغل ممتاز وشفنا الأهلي دفاعيا مميز، شفنا هجوميا مميز، شفنا أيضا نونو سانتو مع الاتحاد أدى الموسم الماضي. إيش مشكلة أنت قاعد تتكلم على المدرب له دور؟ إيش مشكلته عشان أنا أقول لك صح؟ أنا أقول لك مشكلته أنه ماخذ مستقبل أهداف كثيرة والرجال على نفس المشكلة. لا في شيء اسمه تكتيك، في شيء اسمه تنظيم. يا أخي أنت لما تجي تتفرج على مشكلة وتقول أنا مالي حل فيها معناته أن هذا الضعف فيك. أنت ما أنت قاعد تصدق؟ ما عنده ساعات، ما عنده حل. يعني زي المباراة الأخيرة اللي مع العين لما لعب الجامي يمين معناه يبين لك ما عنده حل. طيب الآن بيقول لك مدرب ما عندي لاعب. أبو عبد الله النصر اللي هو الثاني قبل فقط شهرين كان الواحد يقول والله أنا عندي فرسي رهان الهلال والنصر يعني بالقوة وبالمنافسة. حلو ممتاز زين. هذا الفريق مستقبل 4 أهداف من متذيل الترتيب في شوط واحد وفي ملعبه إذا أنت تقول هنا هل هذا الأمر يعني يبين أن في عمل فني في هذا الفريق؟ بعدها بأربعة أو 3 أيام يستقبل 3 أهداف أيضا من فريق غير منافس. كان برضو من الفرق اللي تعتبر متأخرة. بعدها يستقبل 2 من العين، بعدها يستقبل 3 من العين. يا شيخ يا شيخ. طيب خلونا نشوف تقرير مباريات اليوم من دوري روشن في الجولة 24. تابع. تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين والتي تشهد 3 لقاءات تلعب جميعها في تمام 10 مساء. الخليج المنتشي بفوزه الأخير على الفتح سيبحث عن طريق جديد لإضافة النقاط 3 إلى رصيده والوصول إلى النقطة رقم 30 من أجل تغيير مركزه نحو المراكز 10 الأولى، في حين أن خصمه الأخدود 14 فيدخل اللقاء خاسرا بهدفين لهدف ضد الاتحاد، إلا أنه سيواصل البحث عن الفوز للابتعاد عن مراكز الخطر. أبها الطامح للبقاء في دوري الأضواء والذي يأتي في المركز ما قبل الأخير يستقبل فرسان مكة الذين يعانون من تذبذب المستويات والنتائج، إذ أن الوحدة صاحب المركز 10 لن يفرط في أي فرصة تقربه نحو المراكز 7 الأولى، في حين أن طموحاته ربما تتعثر في ظل الرغبة الجامحة للأبهويين في ترك مراكز الهبوط. الشباب الجريح بثلاثية الفيحاء يحل ضيفا ثقيلا على الحزم متذيل الترتيب ويمني نفسه بمصالحة جماهيره، خاصة وأنه يحتل المرتبة 12 ب25 نقطة. أما حزم الصمود فربما يكون عامل الأرض والجمهور دافعا له من أجل الحصول على أي نتيجة إيجابية. مباراة اليوم مباراة منتظرة صحيح ما هي جماهيرية لكن مؤثرة كثير في سلم الترتيب وفي المنافسة على مناطق الدفء والهروب أيضا من المؤخرة. الخليج والخدود. الخليج حقق نتيجة إيجابية في مباراة أمام الفتح وتقريبا هو مرتاح نوعا ما في الفترة الحالية على الأقل. صحيح. يعني السيد بدر مدرب الخليج ابتدى
ابتدى يعمل توليفة ممتازة مع اللعبة الأجانب في الفترة الشتوية. أعتقد الخليج يعني ما شاء الله فاز على فريق الفتح على أرضه وبين جماهيره، المباراة اللي قبلها متعادل مع الشباب، فجاي من انتصار جدا جدا ممتاز وبيلعب في وسط أرضه وبينه وبين جماهيره. بالنسبة لفريق الخدود يعني جاي من خسارتين، أيوة. خسارة في أرضه وخسارة على في ملعب جدا قدام الاتحاد، وبعد فوز الأهلي ما شفنا. نعم بس أعتقد حيلاقي صعوبة الخليج. الخدود عنده لعيبة ممتازين، فأتوقع المباراة بنوافنا يعني تنتهي تعادل. أي نعم. طيب الخدود محمد، لا خدود المباراة الأخيرة كان أفضل يعني من المباراة اللي كانت مع الطائي. الخدود مدرب إلى الآن ما هو عارف اللاعبين اللي عنده يعني كيف يوصلون للهدف المنشود، هي الاستمرارية في ثبات المستوى. لو نشاهد الخدود مباراة الاتحاد كان أفضل في جزئيات بسيطة على رغم غيابات الاتحاد. اليوم الخدود يجب عليه أن ينتصر عشان يطلع سلم أكبر وأفضل من الموقع الحالي. ممتاز. الخليج لابد أن ينتصر عشان يضمن أعتقد نسبة الغاب بشكل كبير. على الأقل مرتاح أبها والوحدة عبد الرحمن. أول شيء مباراة بكرة الثلاث من أقوى المباريات من الترتيب العاشر وانت نازل، كل الفرق خسرت ما عدا الخليج. مباراة أبها والوحدة يعني فارق كبير، الوحدة يعني أفضل، الأبها وضعه صعب وخطير جدا، ممكن يكون قريب جدا من الهبوط إذا استمر على نفس الوضع رغم اجتهادات موسيمياني، لكن أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من العمل. يعني ما أدري عاد يقدر خلال الفترة القادمة أنه يعدل أو لا، يعني تميل للوحدة أكثر. نعم. طيب عندنا مباراة مهمة جدا أيضا اللي هي الحزم والشباب. الحزم ما راح يفرط لأنه ممكن تكون هي الفرصة الأخيرة أنه يلحق بالفرق اللي قدامه، تكلم على 15 نقطة وأضرب فريق عنده في العشرينات الحين 18. فرق النقطة ترى مو بكبير مرة يعني. لا أنت بس أنت لا روح للثلاثة اللي قبل. ثلاثة اللي قبل عنده 23، فأنت قاعد إذا ما تستغل هذه المباراة بالنسبة له مشكلة. المشكلة بعد الشباب نفس الشيء. الشباب عشان كذا أقول لك هي مباراة صعبة. الشباب نعم. برضو يعني ما يبغى يدخل في المعمعة هذه، يبغى يرتاح مع أنه موجود فيها الحين. موجود فيها. أيوة. موجود فيها والشباب لازم يحط في اعتبار أنه يطلع من المعمعة هذه مبكر. إيه؟ يعني لا 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 ينتظر إلى آخر 5 جولات أو 4 جولات. بس نعم. الوضع معقد بالنسبة للشباب بشكل كبير جدا. ممتاز. عطني يعني. توقعك الحزم الشباب بسرعة. الشباب. أبها والوحدة. الوحدة. حلو. الخليج والخدود. يمكن تعادل. طيب انت قلت تعادل خليج والخدود، أبها الوحدة. الوحدة. الحزم والشباب. انا اشوف هي على فرات، اتوقع الحزم ابو نواف. طيب انا اقول الشباب. الشباب بيفوز. أبها والوحدة. الوحدة. ممتاز. الخليج والخدود. الخليج. طيب ابو عبد الله، الخليج والخدود. كلهم تعادل. كلها تعادل. ايه طيب يا اخي واضح انه ما يبي يطول معك ابو نواف. خليج والخدود يا عبد الرحمن. الخليج اقرب. أبها والوحده. الوحده. الحزم والشباب. الحزم. الشباب عنده مشكله كبيره الهجوم، يعني تخيل اول 50 لاعب من الهدافين في الدوري ما في ولا لاعب في الشباب. طيب يعني اذا الشباب عنده مشكله كبيره الحزم عنده اكبر من لا بس مو زي الشباب، انت تتكلم عن الشباب اول 50 لاعب من الهدافين ما في ولا لاعب هداف. مشكله كبيره، لكن اتوقع الحزم اقرب. أبها والوحدة. أبها والوحدة أتوقع أبها. أيوة. الخليج والحدود. الخليج أقرب. الحزم والشباب. الحزم والشباب تطور الحزم أكيد راح يعطي الأفضلية. حيعطي الأفضلية الحزم. أفضلية الحزم. طيب الشباب عندنا 3 والحزم يقولون 3. نتابع آخر الأخبار الرياضية معكم. افترى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي قائمة الأخضر المشاركة في لقاء طاجيكستان القادمين ضمن الجولتين 3 و4 من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. انضمت القائمة 28 لاعباً. أشار الإسباني كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال إلى عدم صحة الأخبار الواردة حول فسخ عقد البرازيلي نيمار، مبينا أن الرؤية في سوق الانتقالات القادمة غير واضحة نظرا لامتلاك الفريق عددا من العناصر القوية.
أوضح البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال بأن تدوين العدد الأكبر من الانتصارات العالمية يعود إلى قوة المجموعة وجودة اللاعبين، مشيرا إلى أنه مرتبط بعقد مع الأزرق حتى شهر مايو المقبل وأن المستقبل سيكون أكبر. بيّن الأرجنتيني غاياردو مدرب نادي الاتحاد بأنه يفتقد للاعب الحسم والذي يستطيع اقتناص الأهداف. من جانبه يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تفنيد حركة المغربي عبد الرزاق حمد الله في مواجهة الهلال، إذ من المنتظر أن يصدر الاتحاد القاري عقوبة بحق اللاعب. أكدت مصادر صحيفة المدينة بأن لؤي ناظر الرئيس السابق لنادي الاتحاد سيكون مرشحا للعودة إلى كرسي الرئاسة مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، لا سيما وأنه بدأ فعليا في التحضير لهذا الشأن. كانت هذه آخر الأخبار الرياضية وإحنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. أشكر ضيوفي اللي شاركوني في الديوانية والشكر لكم أنتم أيضا متابعينا. يتجدد موعدنا معاكم اليوم الساعة 12:00 مساء، تصبحون على خير.